قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية أكثر من سنت واحد اليوم، مواصلة الارتفاع الكبير الذي حققته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة على مدى الشهرين المقبلين. وأظهرت بيانات تريد ويب، وهي منصة تداول عبر الإنترنت، أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2029 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.8 سنت ليجرى تداولها عند نحو 85.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها في غضون عام تقريباً. أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد. تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وتحديد أسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، فضلا عن تحديد قواعد وإجراءات إعداد الإطار الموازني متوسط المدى من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة. وفي سوق المال، وصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات تجاوزت نحو 5,400,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.92% ليصل إلى مستوى 28,931 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 42% ليصل إلى مستوى 7,576 نقطة. فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 10,537 نقطة. قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نيجوزي أوكونغو إن معدل نمو التجارة السلعية العالمي يمكن أن يقل عن 3.3% هذا العام. وخلال اجتماع للمنظمة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بهدف وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، أشارت أوكونغو إلى أن نمو تجارة السلع العالمية في عام 2023 انخفض عن 8% بالنظر إلى جميع المخاطر السلبية. دعا وزير التجارة الهندي إلى إيجاد حل دائم لقواعد السياسات الحكومية فيما يتعلق بمخزونات الغذاء، وقال إن ذلك ضروري لخفض الجوع عالميا بحلول عام 2030. وأكد في بيان له نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية أن إيجاد حل دائم بشأن المخزونات العامة لا يزال بندا على جدول الأعمال لم يتم إنجازه وعلينا تنفيذه.